وردنا هذا السؤال شيخنا الكريم الشيخ صالح، يقول فيه السائل: ما حكم العلاقة عبر وسائل الاتصال الحديثة في وقتنا الحاضر بين الجنسين، مع العلم بأن النية صالحة وليست سيئة أو خبيثة، وإنما تشاور في بعض الأمور؟ هذا على حسب المقاصد وحسب الآثار. إذا كان في هذه الاتصالات فتنة وفيها يخشى منها شر فإنها تجتنب، أما إذا كان مجرد في أمور مباحة وتشاور في أمور مباحة، معاملات أو غير ذلك من غير فتنة، فلا بأس بذلك. نعم.